السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أصدقاء جم والعام الطيور؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة أصدقائي الكرام. بالنسبة لحلقة اليوم راح نخصها بالنسبة للأصدقاء الجدد في تربية الطائر البلجي، في التفريق بين الذكر والأنثى الطائر البلجي. أصدقائي الكرام، بالنسبة للذكر البلجي يكون لون الكير أزرق، والكير يعني إخويه موجود بمنطقة يعني فوق المنقار كما ترون. هذا هو الذكر. أما الأنثى إخواني فيكون لون الكير بني، بعد اللون البني يصبح اللون أبيض مائل إلى قليل من البني، وهذا نعلم أن الأنثى يعني في طريق الجوزية الصحيحة وأنها قريبة من بناء العش. لا تنسوا الاشتراك معنا إخواني، لا تنسوا تشاركونا آراءكم واستفساراتكم، لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.